طلاب الأعزاء، طلاب مساق محاسب مالية 2، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد إن شاء الله. اليوم هنستكمل آخر شيء، آخر جزئية في الوحدة الثالثة أو الفصل الثالث، اللي هو جرد الأصول الثابتة، اللي هو موضوع الاستغناء عن الأصل الثابت. تمام، وحكينا هان انه الاصل الثابت له عمر افتراضي بعديها بينتهي، تمام، ما عدا الاراضي كنا جميعها تهتلك وتصبح في النهايه خرده ذات قيمه او لا قيمه، تمام، حسب طبيعه الاصل، وبيتم الاستغناء بعديها عن الاصل لعده اسباب، اما انها تكون قد اهتلكت او انه في صار شيء احدث وافضل، تمام، فبيكون بيتم الاستغناء عنها، تمام، وتنزيلها من الخدمة زي ما بيحكوا، وطلب أصل جديد، تمام، بيكون أحدث أكثر تطورا. فعملية الاستغناء، تمام، بتكون واقع أمام 3 احتمالات. الاحتمال الأول إنه تكون صافي قيمة الأصل. إيش يعني صافي قيمة الأصل أو صافي القيمة الدفترية للأصل؟ إنه الأصل حسب التكلفة التاريخية لما احنا اشتريناه ناقص مجمع الإهلاك تبعه أو مقصص الإهلاك تبعه، هذا اسمه صافي القيمة، يعني صافي قيمته بعد إهلاكه قديش أهتلك منه. يعني أنا كان عندي سيارة قيمتها 10,000 دينار، أهتلكت خلال عمرها بما يعادل 8,000 دينار، ضل من صافي قيمتها قديش؟ 2,000 دينار. بعد يعني قيمة الأصل خصمنا منه مجمع أو مخصص الإهلاك، ضل صافي المبلغ، هذا صافي المبلغ بنسميه هو صافي القيمة الدفترية. طبعا هو في السؤال هان كاتب لك القيمة الدفترية المقصود فيها هان اللي هو يعني صافي القيمة بعد خصم المخصص. طيب قال لي انت امام 3 احتمالات، لما تشوف صافي القيمة هذه وتقارنها بقيمة البيع، على افتراض ان انت طبعا لما تيجي تستغنى عنه اما هتبيعه او هتستبدله استبدال اصل باصل، او انك انت خلص اصبح خردة لا فائدة منه، فهتضطر للعملية الثالثة اللي هم بيسموها الشطب او التخريد، تمام، اعتباره خردة، اعتباره خردة او الشطب. فصافي القيمة الدفترية، تمام، لما تكون مساوية، لو افترضنا الحالة الاولى في حالة البيع، في حالة البيع إذا كان صافي القيمة الدفترية للأصل مساوية للقيمة البيعية للأصل، معناها إنه يعني زي ما بيحكوها بالعربي الراس في الطاقية، لا مربح ولا خسارة، هيك ساعتها أنا بقول ده أنا ربحان ولا أنا خسران. طيب قال لي إذا كان صافي القيمة الدفترية للأصل أكبر من القيمة البيعية، يعني أنا إيش حكينا؟ قلنا إحنا عندنا سيارة قيمتها الدفترية كانت 10,000 دينار في حسب مبدأ أو فرض التكلفة التاريخية، لما أنا اشتريتها في زماناتها كانت بـ10,000 دينار، وظلتني أشتغل عليها وأخصم منها اهتلاكات، أنقص منها اهتلاكات سنة عن سنة، بعمل قسط الاهتلاك السنوي، قسط الاهتلاك السنوي لما وصل رصيد المجمع أو المخصص ما قيمته 8,000 دينار. فأصبحت صافي قيمة الأصل قديش؟ صافي قيمة الأصل أصبحت 2,000 دينار. أجيت أبيعها قال لي بديك فيها 1,500 دينار، معناها إنه القيمة صافي القيمة الدفترية للأصل هي 2,000 أكبر من القيمة البيعية 1,500، معناها إن أنا هبيعها بإيش؟ بخسارة. طيب الحالة الاحتمال الثالث ان تكون صافي القيمة الـ2,000 دينار اقل من القيمة البيعية، يعني انا مقدر ان هي بتسوى صافي القيمة البيعية بتاعتها 2,000 دينار، اجي دفعولي في السيارة 2,500، معناها هن انا هبيع بربح. هذا في حالة الحالة الاولى الاستغناء عن الاصل، طبعا هو هن ناس يكتبها اولا اللي هو في حال البيع، الاستغناء عن الاصل عن طريق البيع. طيب جاب لي مثال قال لي عندك سيارة قيمتها الدفترية التكلفة حسب مبدأ التكلفة التاريخية كانت 7,700، مجمع إهلاكها
5450، يعني هو كان بيشتغل عليها السيارة، وطول ما هو بيشتغل عليها كل آخر سنة بيحسب لها قسط الاهتلاك السنوي، تمام، وبرصد. لعند التاريخ هذا كان مجمع الاهلاك تبعها وصل 5450. قال لي وراح بده يبيعها، باعها ب 1250. قال لي اعمل قيد اليومية اللازم. اول حاجة انا بدي اشوف صافي القيمة بتاعتها قديش واقارنها بسعر البيع عشان اعرف انا خسران ولا ربحان. فبقول 6700 هاي الآلة الحاسبة، بقول 6700 ناقص مجمع الإهلاك اللي هو قديش، اللي هو 5450، بيطلع عندي صافي القيمة الدفترية 1250. طب أنا 1250 وبعت ب 1250، معناها أنا لا ربحان ولا خسران. طب إيش القيد اللي بدي أسويه؟ ركزوا معي هاني منيح. قيد الاستغناء هو عكس قيد الشراء. كيف يعني يا استاذ؟ قلت لهم يعني انا لما بشتري اصل بخليه مدين، بيكون مدين. قلت لهم مظبوط. قالوا لا، لما بدك تستغني عنه وتبيعه هتخليه دائن، هتعكس الحسابات. كيف يعني؟ انا اقول لكم، انا لما اشتريت الاصل كان من حساب السيارة، هخليه الى حساب السيارة. اذا هسجل الاصل في الطرف الدائن والمخصص في الطرف المدين. المخصص بطبيعته دائن، لما هلغيه خلص هستغنى عن الاصل، بديش اياه. الاصل مدين خليته دائن. طب والمخصص تبعه المجمع هو دائن. ذاكرين لما كنا نقول من حساب المصروف الى حساب مخصص مصروف استهلاك السيارة الى حساب مخصص او مجمع استهلاك السيارة، صح؟ هلقيت المخصص خلص هو دائن، لما بدي استغنى عن الاصل بدي الغيه فبخليه مدين، فيكون القيد من حساب المخصص الى حساب السياره. طب القيد توازن، هذا 5450 وهذا 6700. قال لي ما هو انت قبضت قديش؟ 1250 حق السياره لما بعتها، فهيكون القيد هيك متوازن. من مذكورين؟ من حساب المخصص والفرق اللي هو الصندوق 1250 اللي قبضناهم الى حساب 6700 السياره. الفكره وين؟ الفكره ركزوا معي، انسوا قصه الصندوق. لما بدي اعمل اي قيد استغناء باي طريقه من الطرق الثلاث، سواء كان بيع او استبدال او شطب، على طول وانا مغمض عيني السياره او الاصل مدين، لما بدي استغني عنه بدي اخليه دائن، المخصص دائن بدي اخليه مدين، بعدين بنتفاهم على الباقي. هو هان قال لي المخصص 5450، قلت من حساب المخصص هو دائن خليته مدين، والاصل 6700 مدين الغيته فخليته ايش؟ دائن. طب الفرق بينهم قديش؟ قلت 1250. طب هو قديش اخذت الصندوق؟ 1250، هي من حساب الصندوق، كتبت الطرفين متوازيات، طرفين متوازيات. قبضت من الصندوق زاد. جمعت الطرف المدين مع بعض طلعوا 6700، والطرف الثاني 6700، انا حسابي هيك مظبوط. طب نشوف في حالة البيع بمربح او بخسارة. قال لي آلة تكلفتها 45300، مجمع إهلاكها 32200، باعوها بمبلغ 12000 دينار. إعداد قيد اليومية. طيب باجي بحسب، أنا الآلة عندي ب 45300 تكلفتها، مجمع إهلاكها 32200، معناها صافي قيمتها قديش؟ 13100. يعني أنا لو بعتها ب 13100 لن ربحان ولا خسران. زدت عن 13100 ربحان، اقل خسران. طب قديش بعناها؟ قال والله احنا بعناها ب 12000، معناها انا خسران فيها قديش؟ خسران فيها 1100. ركزوا معي منيح. اول حاجه ايش بسوي؟ الاله مدينه، لما بدي الغيها ايش بخليها؟ دائنه الى حساب الاله. والمخصص دائن، لما بدي الغيه ايش بخليه؟ مدين. طيب قبضت 12000، الصندوق مدين، طب طلع معي صندوق 12000. طيب باجي بشوف، بقولها انا عارف ان انا خسران، بس انا بدي اعمل حل ان انا مش عارف. هقول مجمع 32200 وانا قبضت 12000، هي 44200. هذا الطرف المدين. طب الطرف الدائن قديش؟ 45300
فبقول ناقص 45,000 و300 معناه في عندي 1100 بدي احطهم في الطرف المدين اللي هو خساره، وطبعا احنا عارفين ان الخساره مدينه. فيعني انا تلقائي هكون عارف ان الاله 45,300 مخصص 32,200 وقبضت 12,000 وضل فرق 1100 تنحط في الجانب المدين لانها خساره. طب انا مش عارف ان الخساره في الجانب المدين، ما هو انا لما اجي اوزن القيدين الطرفين هلاقي ان في عندي فرق في الطرف المدين لسه ناقص 1100، فبعرف ان الخساره بتيجي في الطرف المدين. طيب الحالة الثالثة، قال لي أثاث تكلفته 2300 مخصص إهلاكه 1950، معناها قديش ضل من قيمته؟ قلت له 350. راح سبحان الله باعه ب 1500، بعته ب 1500 أنا ربحان، ربحان قديش؟ 1150. طب بدي أعمل قيد الاستغناء، طلع معي، شايفين؟ طلع معي، ركزوا معي منيح. الاثاث مدين، لما بدي الغيه بخليه دائن، هي الى حساب الاثاث 2300، والمخصص دائن خليته مدين. طب وانا قبضت 1500 لما بعته، طلع مع الطرف المدين قديش قيمته؟ 1950 زائد 1500 معناها الطرف المدين 3450. طب توازن مع الطرف الدائن؟ لا يا عم، الطرف الدائن 2300 بس، في فرق 1150 اللي هو الربح اللي طلعناه قبل شويه، صح؟ طيب عشان يتوازن القيد لازم احط في الطرف الدائن 1150، فبيجي بكتب في الطرف الدائن 1150 ارباح بيع الاثاث. تمام يا سادة؟ تمام. مثال 20 هو مثال متناول الثلاث حالات. الآلة 18,000 تكلفتها، مخصص إهلاكها 15,000، يعني صافي قيمتها قديش؟ 3,000. قال لي لو أنت بعتها ب 3,000 معناها إن أنا لا ربحان ولا خسران، طب بعتها ب 2500 أنا خسران، طب بعتها ب 4,000 أنا ربحان. وأنا قاعد بحلل، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ وأنا قاعد بحلل. المهم حللت القيمة، طلع إن أنا عندي صافي القيمة الدفترية بتاعتها 3,000، فجيت ببدأ أقارن بعتها ب 3,000 وهي صافي القيمة 3,000، يعني الرصف الطاقية. فيجي القيد السيارة مدينة هخليها دائنة، شايفين؟ 18,000 ومخصص الإهلاك دائن هخليه مدين. طب المدين والدائن اتوازنوا؟ لا، لسه في فرق. قديش الفرق؟ قلت له بدي 3,000 اللي هو قبضهم في البنك، مظبوط مع البنك فيك 3,000 و15,000 مساوي الطرف المدين للطرف الدائن، لا في ربح ولا في خسارة. طيب لو هو باعها ب 2500 هيكون القيد من حساب، طلع معي، هاي 3,000 صافي القيمة، هو باعها ب 2500 معناها في عندي خسارة 500. طيب البنك 2500 لما بعت و15,000 مشمع إهلاك، هاي 17,500. طب إلى حساب السيارة 18,000، يا عم القيد مش متوازن. ليش مش متوازن؟ الطرف المدين 17,500 والطرف الدائن اللي هو السيارة 18,000. إذا بدي أروح أحط في الطرف المدين الفرق ال 500 اللي هو خسارة بيع سيارة. طيب في حالة إن أنا بعت ب 4,000، 18,000 ناقص 15,000 الإهلاك 3,000. طب أنا بعت 4,000 ناقص 3,000 معناها أنا في فرق عندي 1000 ربحان. طيب الربح دائن والخسارة مدينة، يعني هيجي الربح في الطرف الدائن والخسارة بتيجي في الطرف المدين في القيد. طيب كمان مرة أنا عشان أتأكد من حلي، من حساب البنك، مش أنا قبضت شيك، هاي أربع حساب البنك 4,000 والمجمع أو المخصص دائن لما لغيته خليته مدين، يا عمي 15,000 هاي 19,000. طب الطرف الدائن السيارة قديش؟ 18,000، تطلع 4 و5 19 وهن 18، يا عمي في فرق، ما توازنش القيد، معناها انا بدي انزل على الطرف الدائن واحط الفرق اللي هو 1000 الى حساب ارباح بيع السياره. هان في حاله البيع. اما الاستبدال، تمام، فهو هان نفس فكره البيع، بس بدل ما انا بقبض مصاري انا هستلم اصل بدل الصندوق، هاخد اصل جديد، تمام، اله جديده، سياره جديده، تمام، وممكن ان انا ادفع، طبعا هدفع فرقية
الاصل الجديد اللي هو نقدي، زي ما انت بتروح بتقول لواحد اسمع تبدلني سيارتي بسيارتك وديك عليها 1000 دينار، زي هيك. طيب طلع معي هان، نيجي لمثال 21. قال لي آلة تكلفتها 53,800، مجمع إهلاكها 43,800، استبدلناها بآلة جديدة قيمتها 70,000 ودفعنا عليها فرقية 60,000. باجي بحسبها، طلع معي كلام عرب هيك يعني، انسوا المحاسبة. وأنا قاعد بقول بسيطة، ها الآلة القديمة كانت 53,800، راح اهتلاك منها 43,800، ضل من قيمتها 10,000. طب أنا جبت آلة جديدة بقيمتها 70,000، دفعت عليها قد 60,000، طب أنا عندي 10,000 قدام ودفعت كمان 60,000 جداد، معناها أنا 70,000. طب أنا قديش قيمة الآلة؟ 70,000 مع 70,000 مظبوط، أنا لا أنا ربحان ولا خسران. طب كيف بنعالجها؟ نفس فكرة قيد البيع، بس ركزوا معي شوية. طلعوا معي هاي 53,000 قيمة الأصل القديم ناقص مجمع إهلاكه 43,800، بضل عندي 10,000 زائد المبلغ اللي أنا دفعته، بطلع أنا دافع قديش؟ مكلفاني القصة 70,000، طلعت علي ب 70,000. طب أنا الآلة اللي أنا أخذتها قديش قيمتها؟ قلت له 70,000. مظبوط. طيب نيجي الآلة القديمة مدينة هخليها دائنة، المجمع دائن هخليه مدين، مش مختلفين عليها. طب ايش الجديد؟ قلت له الآلة الجديدة بدي احطها مدينة مش آلة جديدة. طب والمبلغ اللي هدفعه هيكون دائن، فيكون القيد من حساب الآلة الجديدة ومن حساب مجمع الإهلاك اللي هو المخصص، تمام، إلى حساب الآلة القديمة والدفع صندوق أو بنك. ولو في فرق بينهم يا بيكون أرباح استبدال أو خسائر استبدال. طبعا هنشوف معالجتها الحين، كيف هنعالج قصة الربح وكيف هنعالج قصة الخسارة. نشرح القيد كمان مرة، احنا متفقين قلنا الآلة القديمة لما بستغنى عنها بخليها دائنة، ومجمع إهلاك الدائن بخليه مدين، هدول التنين فيش عليهم خلاف قلنا في أي حالات. طيب الآلة الجديدة بسجلها في الطرف المدين، وقديش دفعت مصاري نقدي أو شيك بسجلها في الطرف الدائن، تمام، وبقارن بين الطرفين بشوف هل أنا ربحان ولا أنا خسران. هان لا أنا ربحان ولا أنا خسران، الأمور مظبوطة. طيب قال لي سيارة تكلفتها 45,600، مجمع إهلاكها 38,700، استبدلناها بآلة جديدة سيارة جديدة قيمتها 55,000 مقابل ان انا دفعت قديش؟ 40,000. طلع معي انا السيارة القديمة 45,600 ناقص مجمع إهلاكها 38,700 6,900، صح؟ طيب ودفعت عليها كمان 40,000، معناها طلعت مكلفين السيارة الجديدة 46,900. طب هي قديش قيمتها؟ 55,000، معناها انا ربحان في العملية هذه قديش؟ 8,100 دينار. طب كيف بدي أعالج الموضوع؟ الآلة الجديدة السيارة الجديدة 55,000 قيمتها، ومن حساب مخصص أو مجمع الإهلاك القديم تبع الآلة القديمة السيارة القديمة إلى حساب السيارة القديمة إلى حساب النقدية، الفرق بينهم بقارن 8,100 أجا في الطرف الدائن، فبيطلع عندي أرباح استبدال. طلعوا بجمع الطرف المدين هي 55,000 زائد 38,700 93,000. طب أنا عندي السيارة القديمة 45,600 وعندي 40,000 دفعتهم نقدي، ضل عندي فرق بين المدين والدائن 8,100 للطرف الدائن، ما دام فرقية للطرف الدائن معناها أرباح استبدال. طيب طب في حالة إن أنا عندي أثاث قديم قيمته 8,650 مجمع إهلاكه 6,200، معناها إنه صافي قيمته قديش؟ أي 8,650 ناقص 6,200 2,450، ودفع عليه
8000 دينار عشان يجيب اصل اثاث جديد قديش قيمته؟ 10000. طب هو مكلفنا 10450 هيك، عشان اخذ اثاث ب 10000 معناها انا خسرت من ورا القصه هذه قديش؟ 450 دينار. طب كيف بعالج الموضوع؟ قلت له بسيطه. طبعا حكينا الاثاث الاصل الجديد في الطرف المدين 10000، مخصص في الطرف المدين لان احنا بدنا نلغيه، تمام؟ هي 10000 و6200 16200. طب انا القديم قديش؟ اثاث 8650 و8000 صندوق 16650. 16650 طرف المدين 10000 زائد 6200 16200. طب الطرف الدائن 8650 زائد 8000 16650 ناقص 16200، معناه في فرق في الطرف المدين بده يتسجل ب 450، هو بسميه خسائر استبدال الاصل، تمام؟ وزي ما حكينا الفرقيه اذا في الطرف المدين معناها خساره، الفرقيه في الطرف الدائن معناها ربح. نيجي لاخر طريقه اللي هي الشطب. طبعا هذه بتكون عمليه الاستغناء دون مقابل، تمام؟ وفي العاده اما ان يكون المخصص مساوي للاله قيمه الاله او في فرق بينهم، دائما خساره. طبعا زي ما احنا متفقين المخصص مدين بنخليه والاله دائنه، واللي اذا في فرق بينهم بنعتبره ايش؟ خساره. هان قال لي اله تكلفتها 92000، مجمع اهلاكها 78000 87600، وقرروا شطبها خلاص بدهمش اياها. اذا انا لما هشطبها في عندي خساره الشطب قديش؟ 4400. الاله مدينه بخليها دائنه ب 92000، المخصص دائن بخليه مدين. طب توازن القيد؟ قلت لهم لا، ضل 4400 اللي هو الفرق الخساره من حساب خسائر شطب الاله. وهيك بنكون انهينا الفصل الرابع. ان شاء الله هنقوم بعمليه حل التمارين في اللقاء القادم ان شاء الله. ادرسوا منيح، تمام؟ هنحل بعض التمارين وانتوا هتقوموا بالباقي ان شاء الله. يعطيكم العافيه.